النهاردة احنا عندنا فقرة جميلة جدا 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 عن ذكرى وفاة شيخ الكوميديا الفنان الكبير حسن عبدين. حسن عبدين فنان استثنائي في تاريخ السينما والدراما والفن المصري، يمكن كتير من الأجيال الجديدة ما تعرفش الدور الكبير والإسهامات الكبيرة والأدوار المتنوعة والمختلفة اللي قام بيها، سواء كانت في المسرح أو في الدراما أو في السينما. عشان كده احنا عاملين الفقرة دي النهاردة لأن احنا حريصين على استكمال إرث الفن الكبير لفنان حسن عبدين رحمة الله عليه، الله يرحمه ويحسن إليه يا رب. يعني حياته الفنية الحقيقة مليئة بالمحطات اللي لازم نقف عندها ونكتشفها ونعيد كمان اكتشاف شخصية هذا الرجل اللي كان محبوب جدا في الوسط الفني، محبوب من الناس كلها جدا 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 جدا، وقرر يعتزل الفن مرة وهو بدري، وهنعرف قصته أيضا مع عودة للفن ليه مرة تانية، وقصته مع الشيخ الشعراوي. يعني في محطات كتيرة مليئة في حياة الفنان الكبير حسن عبدين محتاجين نضيء عنها بعض السبوتات عشان نبقى عارفين كمان الراجل ده ساهم ازاي في رفعة الفن المصري. فاسمحوا لنا ارحب بضيفي النوراني في الاستوديو الاستاذ خالد محمود عبد الوهاب عبدين. خالد حسن عبدين، نجل الفنان الكبير حسن عبدين، اهلا وسهلا بك، نورتنا، شرفتنا. أنا بعتذر منك شوية، صوتي ضايع وشوية البرد، لكن طبعا احنا سعداء جدا وسعداء. انت بس صححت لي معلومة ان هو توفى في 6 نوفمبر 89. تمام. اي طيب، بداية الوالد بقى وعشقه للفن، دخل الفن ازاي وازاي كان بيحب الفن لدرجة انه ما يكملش تعليمه؟ لا، هو كان يعني ومن هو في الدراسة في المدرسة، من أول نبتدي إيه، من مثلا ابتدائي، كان بيحب الأناشيد والمحفوظات وكده، وكان متفوق ومتميز قوي فيها. وبعد كده كون فرقة من زملاته في الفصل أو في المدرسة، 5 6 كده، وعمل زي مصطبة كده، وابتدى يعمله زي شكل المسرح يعني كده. فهو كان، هي دي كانت يعني من هنا كان موهبته ابتدت تطلع يعني وكده وتظهر. وكان نفسه ينضم لاي فرقه تمثيليه لما كبر وكده، فانضم لفرقه المحافظه، محافظه بني سويف. متوصل ببني سويف اصلا يعني. هو طبعا هو مولود هناك طبعا، والده وكده وعمامي وولاده. لكن انت اتولدت في القاهره؟ مولود في القاهره. طيب كويس. فالمهم فابتدى هو يشتغل في انضم للفرقه بتاعت محافظه بني سويف كتمثيل وكده. وده برضو عايزين نشير انه في وقته كان سابق برضو، يعني بني سويف ما كانتش فيها المجتمع الفني الكبير. لا بس هي كانت حاجات اوكيجنال يعني، بالزبط. حاجات في مناسبات كده يعني، مثلا العيد القومي للمحافظه مش عارف عيد ايه كده يعني، كانوا بيعملوا مسرحيات طبعا فيها بني سويف دي، كان فيها ناس برضو فنانين عظام برضو وكده واسامي وكده كبيره طبعا. لحد ما جت فرقة المسرح العسكري كانت بتلف المحافظات، ودي كانت تبع القوات المسلحة، كانت بتلف المحافظات بتعمل عروض وحاجات زي كده وبتاع لمدة يوم. فهو دخل العرض، كان مسرحية عن زعيم أحمد عرابي، فدخل العرض وتعلق قلبه بقى بالستيج وخشبة المسرح وكده. فراح للمدير الفرقه، وكان في الوقت ده هو الاستاذ احمد صبحي، والد الفنان محمد صبحي. فقال له يعني انا عايز ان انا انضم ليك، ويا ريت يبقى في فرصه وكده وتحكموا عليا. فقال له طيب خلاص، الشرط احنا شرطنا ان انت تبقى موظف قطاع عام عشان تعرف تنضم لينا يعني. فما كملش فعلا تعليمه، ودخل خلى والده يشغله او يعينه في محكمه بني سويف. وخد الورق مسوغات التعيين وراح على القاهره وكده. هي كان ليها قصه كده، ان هو كان الاستاذ احمد صبحي كان هو اللي بيقوم بدور احمد عرابي. والله. وكان طبعا مركب شنب ولبس والبتاع وحاجات زي كده. فقال له طب انت شايف نفسك يعني يعني تقدر؟ قال له انا ممكن اعمل الدور بتاع احمد عرابي ده احسن من اللي بيعمله، هو ما يعرفش ان الاستاذ هو ده اللي بيعمله بالظبط يعني. احمد صبحي فطبعا خدها الاستاذ احمد وحطها يعني في نفسه كده وبتاع. قال له انا شايف ان الكاركتر بتاع الممثل ده يعني ما يعملش الدور ده وحاجات زي كده. فخد من الورق وحطه في الدرج وسابه بتاع سنه.
كل ما يروح يسأل طب لسه طب لسه لحد ما اكتشف يعني الموضوع، لحد ما شافه الأستاذ نبيل الألفي، وده كان أحد رواد المسرح طبعا, طبعا. كده فهو ده بقى يعني كان يعتبر انطلاقة حسن عابدين في بدايته في المسرح العسكري. وهو أعتقد أنه ظل المسرح بيمثل له مكانة خاصة يعني رغم كمان أدواره في السينما والدراما، لكنه هو كان في المسرح برضه هو ممثل مسرحي من الدرجة الأولى طبعا وإذا كان عشقه هو المسرح. أي. ولما ظهر التلفزيون ابتدى طبعا التلفزيون بقى يعني زي المسرح، بس المسرح طبعا كان هو ما يقدرش ما يعملش مسرح يعني طول السنة هو كان شغال مسرح. وطبعا ما انساش برضو ان هو كان في الاساس ممثل برضو في اذاعي، كان يعني من ابناء الاذاعه ومن الناس القديمه وفي الاذاعه وكده، فانما هو بيته الاصلي هو المسرح. طيب يعني بيقال برضو انه الفنان حسن رغم من موهبته الكبيره جدا في حياته واللي برزت في وقت مبكر الحقيقه جدا كمان من خلال عمله في بني سويف او أنشطة الطلابية والجامعية وغيرها، إلا أنه كمان يعني ناس بتقول أنه اتشهر بتأخر شوية يعني مع أربعينيات، هو عمره الفني كان قصير برضو يعني نسبيا 58 سنة الله يرحمه. هو فعلا الشهرة أو الناس عرفته فعلا يمكن في وقت متأخر، لأنه هو من زمان وهو بيمثل. تفسيرك إيه ده أو هو كان بيشوفه إزاي؟ لا هو كان هو كان راجل يعني هو مؤمن بربنا وقدري قوي يعني يقول لك لا هو ربنا كان مقدر لي كده، وفعلا دي يعني هو كان بيقول كده فعلا يعني، انما هو جات له فرص ان هو يعني يظهر او ناس تعرفه، انما للاسف كان بيقابله سوء حظ او القدر بقى يعني ما اقدرش اقول سوء حظ قوي، انما يعني مثلا عمل بطوله مسرحيه كان يحضرها مثلا جمال عبد الناصر رئيس جمال عبد الناصر وكده، وكان قايم فيها بالدور الرئيسي، وكان دور اسم كانت مسرحيه اسمها ثمن الحريه وكان اللي كتبها جمال عبد الناصر نفسه واتعملت فيلم كمان بالظبط كده، فهو كان طالع بدور لا هي كانت مش الفيلم ده اتعمل الفيلم ده على الانجليز، هو كان بيأدي دور كليبر عن الفرنسيين والاحتلال الفرنسي كان، بس ثمن الحريه اتعملت برضه في فعلا اتعملت سينما فعلا مظبوط. ففي يعني هو كان واخد المساحه الكبيره من من المسرحيه، فلما جم بيراجعوا العرض في الـ في الـ في البروفا الجنرال اللي هي قبل العرض بيومين ثلاثه، فلقوا ايه ان الدور كله يعني عامله كليبر، كان طلع بدور كليبر شخصيه كليبر القائد الفرنسي طبعا، فقالوا شخصيه مركبه وصعبه لا جدا. فقالوا الله ازاي يعني جايبين الدور الرئيسي للفرنسيين والبتاع ما فين المصريين، فاتلغى العرض فاحبط حسن عابدين جاله احباط لان دي كانت فرصه ان الناس حتى تعرفه لحد ما جات له الشهره في في سنه واحده اللي هي مسرحيه نرجس وفرس العمر كان اللي كانت بتتذاع في رمضان تقريبا، المسلسل كان هو اول عمل للاستاذ الكبير فنان محمد صبحي في التلفزيون، وهي دي بقى لقت يعني قبول جدا عند الناس وبتاع كراجل يعني ابتدى يقولوا مين الراجل ده الكوميدي بقى، وفي نفس الوقت في المسرح في مسرحيه نرجس في نفس الوقت نفس التوقيت نفس التوقيت، وبرده كانت نقله نوعيه برده طبعا طبعا، وكل ده كان قطاع عام يعني ما كانش فيه القطاع الخاص، كان يعني فرق معدوده جدا يعني طبعًا. انما هو اصلا يعني المسرح القومي المسرح او الفرق كمان الحكوميه نشطت بعد الثوره كمان طبعا، وانت نسيت برده اضيف حاجه ان هو كان منضم لمسرح الاستاذ الفنان يوسف وهبي، وكان معتبر يوسف وهبي ده ان هو ابوه الروحي. هو يعني هو اصغر من يوسف وهبي ب 33 سنه ومن امين رزق ب 21 سنه تقريبا ومع ذلك بيلعب دور والدهم ده هو دي بقى دي يعني دي ده دي مفاجاه اعجاز يعني دي في مفاجاه يطلع والد امين رزق ويوسف وهبي فعلا ده كده يعني اعتقد ان ده صعب. اكلمك عن الجزئيه دي قبل كده او طبعا قال لك ايه يعني من الحاجات المدهشه الحقيقه في ما هو كان يعني فرقه يوسف وهبي واشتغل اغلب مسرحيات يوسف وهبي، للاسف برضو في حته في الموضوع سوء الحظ يعني ان هو ما فيش عمل من دول اتصور بحسن عابدين، لازم كان يبقى في ظرف يا عيان جيب واحد بداله يا مسافر كده يعني.